تعد عملية زراعة الأسنان الثابتة أحد العمليات التي يتم القيام بها بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، وتعد حالياً أحد الطرق الرئيسية التي يتم من خلالها تعويض المريض عن فقدان الأسنان. والأسنان الثابتة هي أسنان صناعية يتم تركيبها في حالة فقدان الأسنان الطبيعية، ولكن كأي علاج أو عمل جراحي هنالك عدد من الأضرار أو المخاطر التي يمكن أن تحدث. وإذا كنت تفكر في تركيب أسنان ثابتة فربما تتساءل عن أضرار تركيب الأسنان الثابتة، لذا تابع معنا هذا الفيديو للتعرف على مميزات وعيوب تركيب الأسنان الثابتة. هناك العديد من المميزات لتركيب الأسنان الثابتة، منها أولاً تحسين المظهر، حيث تشبه الأسنان الثابتة أسنان الإنسان الطبيعية بشكل كبير مما يحسن من مظهر الأسنان. ثانياً تحسين الكلام، فمع استخدام أطقم الأسنان السيئة يمكن للأسنان الانزلاق داخل الفم مما يؤدي إلى عدم وضوح الكلام، ولكن تركيب الأسنان الثابتة يسمح للشخص بالتحدث دون قلق أو خوف من انزلاق الأسنان. ثالثاً تحسين احترام الذات والشعور بالثقة بالنفس أثناء الكلام أو الضحك أو الابتسام. رابعاً تسهيل عملية تناول الطعام، حيث تسمح الأسنان الثابتة بتناول الطعام بكل ثقة ودون الشعور بألم، على عكس أطقم الأسنان السيئة التي تجعل من مضغ الطعام عملية صعبة، ويمكن أن لا تتسبب الأسنان الثابتة في حدوث أضرار أو مضاعفات إلا بعد عدة سنوات. وتشمل أضرار تركيب الأسنان الثابتة على المدى البعيد ما يلي: أولاً، قد يسبب تركيب الأسنان الثابتة تلف الأعصاب والأنسجة إذا تمت زراعتها بالقرب من العصب، وتشمل علامات تلف العصب الخذر أو الشعور بوخز في اللسان أو الشفاه أو اللثة أو الوجه. ثانياً، رفض الجسم للأسنان الثابتة، حيث يعتبرها جسماً غريباً ويقوم جهاز المناعة بمهاجمتها، وتشمل علامات رفض الجسم للأسنان الثابتة زيادة الألم في موقع الزرع والتورم والحمى والرعشة. ثالثاً، قد تؤدي الإصابة في المنطقة المحيطة بالأسنان الثابتة إلى خلخلتها، مما قد يؤدي إلى فشل الزراعة وسقوط السن. رابعاً، من أحد أضرار تركيب الأسنان الثابتة أيضاً هي احتمالية حدوث عدوى أو التهاب في مكان الزراعة. يعد الشعور بالألم بعد تركيب الأسنان الثابتة أحد المشكلات التي قد تتعرض لها، وهو أمر طبيعي في البداية، ولكن إذا استمر الألم لفترة طويلة فيجب استشارة الطبيب. في النهاية، تعد عملية تركيب الأسنان مثالية لبعض الحالات، فإن كانت الحالة تعاني من بعض مشاكل الأسنان الرئيسية مثل التسوس والالتهابات، لابد أن يتم معالجتها أولاً قبل تثبيت التركيبات لتجنب أضرار تركيب الأسنان الثابتة. وتختلف نسبة نجاح عملية تركيب الأسنان من شخص لآخر، ليس فقط لاختلاف طبيعة الفك من حالة لأخرى، وإنما كذلك لاختلاف درجة العناية التي يلتزم بها كل مريض، والتي يكون لها تأثير أكيد في استمرار نتائج العملية الناجحة لفترات طويلة.